انا جاي اقول لك النهارده ان التضخم هينخفض في 2024، وبالتالي اسعار المنتجات والسلع الغذائيه هترخص. فيلا بينا نشوف رسائل المستقبل ايه وايه اللي هيحصل في 2024. بانكير، نبض البنوك. تخيل كده اوضاع اقتصاديه صعبه، وحرب روسيه اوكرانيه، وحرب في قطاع غزه، والدنيا خربانه سيادتك، ويجي حد يقول لك ان التضخم هينخفض في 2024. حاجه غريبه مش كده؟ في تقرير صادر حديثا من شركه لازارد، وهي شركه متخصصه في تقديم خدمات اداره الاصول للاستشارات الماليه. المهم ان الشركه دي قدمت مذكره بحثيه حديثه مفادها هو ان في 5 اسباب هتقود التضخم العالمي نحو مزيد من التراجع والخفض خلال العام المقبل، واللي اولها خفض اسعار الطاقه وتلاشي ازمه سلاسل الامداد والتوريد وتراجع حده ازمه الرقائق واشباه المواصلات، وده مع ارتفاع الطلب العالمي على المواد الخام، واخيرا تراجع اسعار الغذاء عالميا. اولا لازم تعرف ان ابرز واهم حدث اثر على مساله ارتفاع معدلات التضخم هي الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودي دول مصدره للقمح والطاقه سواء بترول او غاز طبيعي، وهم السبب الاول الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم. المعادله الاهم هي الموضوع ده، هو ان الحرب الروسيه الاوكرانيه خلقت ازمه في مساله سلاسل الامداد، وسلاسل الامداد دي عباره عن شبكه متصله من الافراد والمنظمات والموارد والانشطه والتقنيات المشاركة في تصنيع وبيع منتج أو خدمة، والشبكة دي بتبدأ بتسليم المواد الخام من المورد للشركة المصنعة، وبتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة للمستهلك النهائي. لكن في الأونة الأخيرة كان في هدوء نسبي في الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، وده سهل من مسألة تلاشي أزمة سلاسل الإمداد، وبالتالي عملية نقل البضايع هتكون أفضل السنة الجاية، وده خبر صار للدول المستوردة من الدولتين دول، وعامل في احتمالية انخفاض التضخم كمان. كمان ما تنساش إن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ونظيرهما البريطاني انتهوا من دورة رفع أسعار الفايدة، ومع استمرار تراجع تضخم فده من شأنه ان يسمح للفدرالي الامريكي بخفض اسعار الفايدة مستهل 2024، وده لو حصل فهو بالتالي هيساهم في خفض معدلات اسعار المنتجات والسلع. كان معكم مصطفى ابراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.